ديدا، تشيفتشينكو، باولو مالديني، امبروزيني، دونادوني، وسيدورف وغيرهم من الاسماء اللي حفرت الحقيقه للميلان قاعده جماهيريه عريضه جدا في العالم كله الحقيقه. وكان الجيل ده جيل مكتسح قادر ان هو يوصل دايما لمنصات التتويج وخصوصا كمان على مستوى اوروبا. منهم النهارده هيشرفنا واحد من نجوم واساطير الكره الايطاليه، سواء مع منتخب ايطاليا كلاعب او الاي سي ميلان او ايضا كمدرب من المدربين تولوا مسؤوليه المنتخب الايطالي. ضيفنا النهارده في السادسه هو نجم الكره الايطاليه روبرتو دونادوني. بدايه طبعا بشكرك على وجودك معانا، و يعني طبعا ابارك لك في البدايه على تاهل ايطاليا على حساب المنتخب البلجيكي. واعرف من وجهه نظر روبرتو دونادوني، هل كانت مفاجاه ليك وصول ايطاليا للدور قبل النهائي، ولا ده شيء كنت متوقعه من قبل ما البطوله تبدا؟ في بداية الأمر شكرا لكم، شكرا لقناة الأهلي. أعرف الأهلي جيدا ولهذا قبلت الدعوة بكل رحب. أنا أشكركم على استضافتي وعاوز أقدم فخر لي الظهور على قناة النادي الأهلي، وأعرف جيدا الشعب المصري. والآن نتحدث على المنتخب الإيطالي، ليست مفاجأة. إذا كنت تريد الحديث عن منتخب إيطاليا فليجب أن نتحدث عن روبرتو مانشيني والعمل الكبير الذي قدمه روبرتو مانشيني مع المنتخب الإيطالي، وذلك من قبل بداية اليوري حتى الآن. ولذلك إجابة على سؤالك، ليست مفاجأة، هذا كان المتوقع، والشعب الإيطالي ينتظر الأفضل في المباراة القادمة. من وجهة نظرك إيه الأسباب مش بس في وصول منتخب إيطاليا للدور قبل النهائي في بطولة اليورو، لكن كمان في مستوى الأداء والكرة الحلوة اللي يمكن غابت عن إيطاليا لسنوات كتير؟ أنا أعتقد أن الشيء الإيجابي، أكثر شيء إيجابي، عامل الشباب وسياسة المدير الفني وروح الجماعة التي توجد في منتخب إيطاليا. الجميع شاهد إيطاليا وشاهد مجموعة اللاعبين الشباب الذين يقدمون مستوى رائع، وهذا يعتبر أهم شيء في لاعب كرة القدم، أن يتحلى بالروح، روح الجماعة وروح الجرينتا العظيمة التي تملكها إيطاليا. كان هذا هو العامل الرئيسي في ظهور إيطاليا بهذا الشكل الرائع الذي يقدمه خلال بطولة اليورو. إذا تحدثنا عن العوامل فالعوامل كثيرة، أولها مانشيني، ثم روح اللاعبين والعزيمة التي تملكها إيطاليا كأكبر الفرق الأوروبية بل العالمية. أنتم تعرفون أن إيطاليا معروفة بالجرينتا، والمنتخب يريد الفوز. يمكن يعني البعض تحدث في بداية البطولة أنه مواجهات إيطاليا في دور المجموعات كانت إلى حد ما نسبيا سهلة، وبحكم أنها كانت على أرضها يمكن ده رفع من أسهم إيطاليا، لكن الاختبار الحقيقي ليها كان أمام بلجيكا، وبلجيكا كانت مرشحة للحصول على اللقب. من وجهة نظرك كمان، كيف نجح المنتخب الإيطالي في الفوز أو في تخطي عقبة بلجيكا في طريقه للمنافسة على لقب البطولة؟ الأمر ليس بالسهولة كما أعتقد الجميع، أن إيطاليا قامت بلعب مباراة سهلة. عن ماذا تتحدث؟ عن سويسرا التي أطاحت بفرنسا وخرجت بالأمس أمام أسبانيا بضربات الترجيح، عن إيطاليا التي لعبت على ملعب الأوليمبيكو وفازت ثم فازت في ويمبلي أمام النمسا، والأمس شاهدنا إيطاليا تفوز في أليانزا أرينا. أنا لست متفق مع هذا، إيطاليا فريق قوي، فريق يملك مقومات عظيمة جدا. إذا كنت تريد أن تعلم هذا، أنا أقول لك شاهد إيطاليا في المباراة القادمة أمام إسبانيا، سيكون أصعب من اختبار بلجيكا. أما عن بلجيكا الذي كانت أقوى المرشحين بالفوز بالبطولة، المباراة كانت صعبة جدا على المنتخب الإيطالي، ولكن شباب منتخب إيطاليا لاعبين قاموا بعمل كبير جدا سيذكره التاريخ كما عهد الإيطاليين السابقين. وأقول لك أنا متحمس جدا لمباراة أسبانيا القادمة، إيطاليا ستقوم بعمل وعمل كبير جدا. بلجيكا كان منتخب صعب جدا من دي بروين للوكاكو، لكن لقد فزنا وهذا الأهم. خليني أسألك على مواجهة أسبانيا، والبعض بيظن أنه
يعني توالي المباريات بيظن انه رحلات السفر المختلفه من روما لميونخ لويمبلي او للندن، كل ده ممكن يكون واحد من العوامل اللي تتسبب في ارهاق منتخب ايطاليا وتؤثر على مستواه. بالاضافه كمان ما نقدرش ننسى خساره سبيناتزولا، اعتقد انها هتكون خساره مؤثره جدا، اصابه في بقطع في وتر اكيليس، وبالتالي هيبقى مستبعد او مش هيشارك طبعا مع ايطاليا مفهوم لفتره طويله جدا. كيف ستتغلب ايطاليا على كل هذه الصعوبات في مواجهه واحد من المنتخبات القويه والمرشحه ايضا لتحقيق اللقب وهو المنتخب الاسباني؟ مختلف بالنسبة لنا، أنا أعلم أن أجواء السفر لديكم صعبة وقد تؤثر على الإجهاد والإرهاق، لكن في أوروبا الوضع مختلف، البلدان هنا قريبة من بعضها البعض، لا أعتقد أن الإرهاق قد يتسبب بهبوط مستوى اللاعبين، احنا متعودين على ذلك والمنتخب يتعود على ذلك، ومانسيني درس هذا الامر وتدربنا على هذا الامر من قبل البطولة، نعلم ان كل مباراة سوف تلعب على ملعب اخر، هذا لن سبب اخر، لكن ايطاليا ستقوم بعرض كبير امام اسبانيا، وانا متفائل جدا واقولها لك من خلال شاشة قناة الاهلي، انتظروا ايطاليا اقوى من امام بلجيكا، لان مانسيني تحدث اليوم معي شخصيا وهذا حصريا لكم، مانسيني تحدث مع روبرتو دونادوني عن اختيارات المباراة القادمة وطلب النصيحة، انا اتحدث دائما مع مانسيني بعد كل مباراة، واعتقد ان مانسيني يحضر مفاجأة للاسبان، وهذا يمكن ان تاخذه من خلال قناة الاهلي. لكن بالنسبة لسبيناتزولا، سبيناتزولا غامر في الكرة، كان يريد أن ينطلق من الناحية اليسرى من أجل عمل أحد الهجمات المرتدة، للأسف قطع في وتر أكيليس أنهى بطولة بالنسبة لسبيناتزولا، لكن إيطاليا لديها البديل الكفء والذي قد يكون على قدر مباراة إسبانيا، إميرسون بالميري، إميرسون قد يكون بعمل كبير جداً، لكن أنا متفائل. من قبل ما تبتدي البطولة، مين كان الفريق المرشح لتحقيق اللقب من وجهة نظر دونادوني؟ وفي المرحلة اللي احنا فيها بعد ما وصلنا لقبل النهائي، مين هو برضو الفريق المرشح للوصول لللقب؟ بالنسبة لي قبل بداية اليورو، إذا كنت تريد الحقيقة بالرغم أني إيطالي، سوف أقول لك فرنسا وألمانيا كانوا أكثر الفريق المرشحين لي. في المركز الثالث كان البرتغال، الرابع بلجيكا. إيطاليا بالنسبة لي لم تكن مرشحة للفوز بالبطولة، يجب أن أكون صريحا إذا كنت تريد الحقيقة. طيب، في المرحلة اللي احنا فيها يتبقى ثلاث منتخبات من أسماء الكبيرة، منتخب الإنجليزي، المنتخب الإسباني، والمنتخب الإيطالي، مين من وجهة نظرك الأقرب لتحقيق اللقب؟ في بداية الأمر يجب أن نشاهد اليوم مباراة إنجلترا أمام أوكرانيا، من قال لك أن إنجلترا ستعبر اليوم أوكرانيا؟ نحن في عالم المفاجآت، اليورو كرة القدم دائما كرة مفتوحة، يفوز فقط من يلعب بجدية ويحترم الخصم. أنا لست موافقك، إنجلترا قد تخرج اليوم أمام أوكرانيا. أما بالنسبة للمرشحين، منتخب إيطاليا الأقوى. طيب، خليني أتكلم معاك شوية على نجوم المنتخب الإيطالي اللي يمكن توهجوا وتألقوا بشكل كبير جدا في نسخة يورو 2020. هل بترى انه دي فرصه يعني لسنين طويله يمكن غابت حتى النجوم الايطاليه على ملاعب الدوريات الخمسه الكبيره في اوروبا، الدوري الاسباني والانجليزي والالماني والفرنسي، لكن هل بترى انه توهج منتخب ايطاليا، توهج الجيل ده من اللاعبين، يعني ممكن يكون بدايه لعوده احتراف وانتشار اللعيبه الايطاليين في الدوريات الخمسه الكبرى مره ثانيه؟ بالطبع هذا أمر مفروغ منه، إيطاليا قدمت مجموعة عظيمة من الشباب، العالم الآن
يقوم باتصالات كبيرة مع وكلاء اللاعبين الإيطاليين. على مستوى الشخصي أعلم أن لوكاتيلي وإنسينيا باريلا كييزا قد تلقوا العديد من الاتصالات من جميع وكلاء اللاعبين في إنجلترا وأسبانيا تحديدا. إذا كنت تريد إنجلترا وأسبانيا تحديدا وكلاء لاعبين قاموا باتصال، لكن روبرتو مانسيني أغلق هذا ومنع هذا وحذر رئيس الاتحاد الإيطالي من جميع وكلاء اللاعبين من اختراق الهواتف ومنع أن يتم الحديث عن هذا الأمر لحين انتهاء اليورو. لكن أنا أعتقد أن جميع اللاعبين الإيطاليين قد تلقوا ودعني أن أقول لك شيئا مهم جدا، أن هناك ثلاث أو أربع لاعبين قد يغادرون أنديتهم في آخر اليورو. إنسيني هل من وجهة نظرك هو الخليفة أو الامتداد الطبيعي لنجوم بحجم روبرتو باجيو، أليساندرو ديل بييرو، فرانشيسكو توتي؟ هل تتوقع أنه إنسيني كمان يعني يستمر مع نابولي ولا يكون في طريقه الانتقال لواحد من أكبر الأندية سواء داخل إيطاليا أو في أوروبا؟ الأمر بالنسبة لي صعب جدا. إنسينيا في بداية الأمر سيبقى في نابولي، الأمور في نابولي ساخنة جدا، وبدأوا الحديث عن هذا الأمر مع توهج اللاعب في مباراة اليورو، وحذروا رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس من الإفراط أو التفريط في لورينزو إنسينيا لأنه هو النجم الأوحد بجانب ديريس ميرتينز بجانب بعض اللاعبين أمثال كوليبالي في نابولي. فالتفريط في لورينزو إنسيني أمر لن يتم في نابولي. لورينزو إنسيني هو اللاعب الذي قد يغير لك مباراة، لاعب لديها العديد من المؤهلات، يمكن أن يتحكم في رتم المباراة، يلعب بعقله وقلبه، والملاعب الذي ينفذ التعليمات دائما للمدرب. لورينزو إنسيني يعشق كرة القدم، ولد في شوارع نابولي، يعشق مارادونا. لهذا لورينزو إنسيني إذا كنت تريد أن خليفة توتي روبرتو باجيو، أنت تتحدث عن أنا الماس. هناك فرق بين الذهب والماس، لكن دعني أقول لك أن لورينزو إنسينيا نحن فخورين به وبما يقدمه لمنتخب إيطاليا. خليني أسألك كمان زي ما سألتك على تأثير يعني حالة التألق للمنتخب الإيطالي في اليورو على اللاعبين، خليني أسألك كمان على مستوى الأندية، لأنه أنت شخصيا يعني بتنتمي لجيل كان يعرف يعني إيه سطوة الأندية الإيطالية وتحديدا الإي سي ميلان على بطولة أوروبا، قدرتكم على المنافسة على كل الألقاب ده افتقدته الأندية الإيطالية يمكن في العشر سنين الأخيرة. هل تألق إيطاليا أو فوزها في حالة فوزها ببطولة اليورو من الممكن كمان أنه يترجم على تألق على مستوى الأندية الإيطالية في البطولات القارية؟ أنا أقول لك شيئا هام جدا. في البداية أشكرك على هذا السؤال، لأن العديد من الصحف الأوروبية قللت من شأن إيطاليا ومن شأن الأندية الإيطالية وأن الأندية الإيطالية لم تفرز العديد من اللاعبين، لكن فوز إيطاليا بهذه البطولة سيعود إيطاليا إلى الواجهة وسيعود إيطاليا إلى مكانتها الطبيعية وسيعود الدوري الإيطالي إلى وجهته، وخصوصا احنا قد رأينا الإنتر عندما كان في الأيام السابقة لم يفوز بالدوري وشاهدنا الإنتر عندما فاز، وأنت شاهدت الفرق. فوز الإنتر أثر بشيء إيجابي كبير على عودة إيطاليا إلى الواجهة والمنتخب الإيطالي. إذن هي معادلة. ما هي المعادلة؟ الأندية عندما يكون مستواها في الارتفاع هذا يؤدي بالإيجاب على المنتخب، والعكس صحيح، عندما يكون المنتخب في أقوى حالاته يعود بالنفع على الأندية بالطبع. أكبر مفاجأة حصلت في نسخة يورو 2020 من وجهة نظر روبرتو دونادوني؟ هناك العديد من المفاجآت. أقواهم تشاهد أوكرانيا، أقوى مفاجأة أوكرانيا أن تلعب أمام إنجلترا، لكن مورو تاسوتي
أندريا شيفتشينكو قام بعمل كبير من أجل المنتخب الأوكراني. بالنسبة لي أوكرانيا كانت مفاجأة كبيرة جدا، وأنا فخور جدا بالعمل الذي يقدمه مورو تاسوتي مع أوكرانيا، وأتمنى أن تفوز أوكرانيا أمام إنجلترا. أفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى من وجهة نظر دونادوني في البطولة. إذا أنت تريد أن تعلم أفضل مدرب في البطولة، صعب جدا أن أقوم. كلهم زملائي وكلهم أصدقائي. أقول لك روبرتو مانسيني قام بعمل كبير جدا في المنتخب الإيطالي، وساوث جيت مدرب إنجلترا قام بعمل كبير مع المنتخب الإنجليزي. أنت تشاهد إنجلترا هي نسخة قوية لها. لكن إذا كنت نريد أن أقول لك شيء مهم جدا. المدرب القوي من وجهة نظري هو المدرب القادر على خلق روح في الفريق وأن يفوز بالبطولة في النهاية. الفائز بالبطولة سيكون الأفضل. روبرتو دونادوني، بشكرك شكر خاص جدا على موافقتك على الظهور معنا. انت بالنسبه لي واحد من النجوم المفضلين، وواحد من اللعيبه اللي بتنتمي لجيل مش ممكن ابدا ننساه. حببنا مش بس في الميلان، لكنه حببنا كمان في الكره الايطاليه، وكان الكالتشو ده لسنين طويله جدا هو واحد من اهم، ان ما كانش بالفعل كان اهم واقوى بطوله دوري على مستوى العالم. روبرتو دونادوني نجم الكره الايطاليه ونجم الاي سي ميلان، بشكرك على وجودك معنا في السادسه فاصل، ولسه مستمرين مع حضراتكم. نجم من نجوم النادي الاهلي السابقين هيكون مشرفنا في الاستوديو بعد لحظات بسيطه جدا، مصطفى عفروتو، نتكلم معاه على اللي حصل شويه في ماتش بيراميدز، والاهم من ده ايه اللي منتظرينه وايه اللي مستنينه في مباراه الاهلي وسموحه بكره، بس بعد الفاصل.